توفي عصام مبارك الشقيق الأصغر للرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك صباح اليوم الجمعة 23 أبريل 2021 وفقا لما أفادت به قناة العربية منذ قليل في نبأ عاجل، الله يرحمه دي صورته. وهنشوف بقى دلوقتي أسرار علاقته مع الرئيس الراحل وأسرار عائلة الرئيس حسني مبارك، أعتقد ما تعرفوهاش. إن كنت تبحث عن اسم الرئيس السابق كاملا فهو كذلك محمد حسني السيد إبراهيم أحمد موسى أحمد مبارك، وإن كنت لا تعلم اسم والدته فهي السيدة نعيمة أحمد إبراهيم. عندما استقرت عائلة مبارك في كفر المصلحة بعد هجرتهم من المصلحة كانت هذه المنطقة ما تزال بكرا، فبدأ أفراد عائلة مبارك يملكون مساحات واسعة من الأراضي في هذه المنطقة حتى أصبح غالبيتهم من كبار الملاك، لكن الفرع الذي ينتمي إليه السيد مبارك والد الرئيس السابق لم يكن له نصيب كبير من هذه الأراضي فأصبح من أفقر فروع العائلة. نرجع للعائلة، وبحسب معلومات من كبار العائلة فإن العلاقة بين عائلة مبارك وأبناء عمومته توترت أكثر بعد تعيينه في وظيفة حكومية وتحديدا حاجبا في محكمة طنطا، حيث اعتبرت العائلة أن التحاق أحد أبنائها بوظيفة حكومية فضلا عن أن هذه الوظيفة هي حاجب محكمة تنقص من قدرها باعتبار كل أبنائها من أصحاب الأملاك. بعد فترة أصبحت حياة أسرة السيد مبارك اللي هو والد حسني مبارك في كفر المصلحة مستحيلة، خاصة أن أبنائه بدأوا يشتكون من سوء تعامل أقاربهم معهم وتسميتهم طوال الوقت ولاد الحاجب. فاستغل والد الرئيس السابق نقله للعمل كرئيس لقلم المحضرين بمحكمة هوسنة وقرر الانتقال بالأسرة من مسقط رأسه بكفر المصلحة إلى مدينة هوسنة، ورغم أن المدينة لا تبعد أكثر من 8 كيلومترات عن كفر المصلحة إلا أنه كان يمكنه العودة من العمل إلى منزله يوميا كما كان يفعل أثناء عمله بطنطا التي تبعد كثيرا عن قريته. هي الهجرة الثانية في حياة عائلة مبارك، الأولى كانت للعائلة كلها من المصلحة إلى كفر المصلحة تحت ضغط خصومة ثأرية، والثانية لأسرته الصغيرة من كفر المصلحة إلى وسنة تحت ضغط سوء معاملة الأقارب. ووقتها كان حسني مبارك في المرحلة الابتدائية، بما يعني أنه كان يعي تماما ما يحدث. استقر الحال بمبارك الأب وأسرته في وسنة، وعاشت الأسرة في ظروف مادية صعبة أجبرت الأب على عدم إلحاق ابنيه فوزي وسامية بالتعليم حتى يتمكن من الإنفاق على تعليم الابن الأكبر محمد حسني مبارك الذي التحق بالمدرسة وعمره 8 سنوات، أما الابنين الصغيرين أحمد سامي وعصام الدين فالتحقا بالتعليم لكنهما لم يتقدما فيه. انتقل حسني مبارك إلى مدرسة المساعي المشكورة الثانوية وأتم الدراسة بها ليلتحق بعدها بالكلية الحربية التي تخرج فيها عام 1949، حيث أصبح ضابطا بسلاح المشاة باللواء الثاني الميكانيكي لمدة شهرين. عندما أعلنت كلية الطيران عن قبول دفعة جديدة بها من خريج الكلية الحربية تقدم مبارك لها وأمضى فترة دراسته، وكانت دراسة قصيرة بالكلية لم تتجاوز عدة شهور، يتخرج فيها في مارس 50 ويصبح من أوائل الضباط الجويين في مصر. علاقة مبارك بقريته كفر المسلحة انتهت تماما بالانتقال إلى أوسنا، وعلاقته بأسرته ضعفت تماما بانتقاله للدراسة والعمل بالقاهرة، وزادت الفجوة بعد زواجه من سوزان ثابت ذات الأصول الإنجليزية في العام 1959، فلم يكن يزور أسرته إلا كل 3 شهور على الأقل، فضلا عن أن علاقته بإخواته كانت هامشية تماما. وبعد وفاة والده عام 50 عن عمر يناهز 61 سنة، ومع استقرار أوضاعه في القاهرة وبدء مسيرة الترقي في الجيش
اشترى مبارك لأمه شقة في مصر الجديدة عاشت فيها حتى وافتها المنية في 22 نوفمبر عام 1978. رغم أن علاقة مبارك بأمه لم تكن عميقة كما أنه لم يكن يتحدث عنها كما كان يفعل عبد الناصر والسادات، إلا أن كل ما تردد عن أن أمه رفعت إيدها قضية نفقة لإقباره على الإنفاق عليها غير صحيح. ثم خرجت معارضة مبارك من قلب بيته، وتحديدا عن طريق شقيقه أحمد سامي الذي انضم لحزب الوفد ليترشح على قوائمه في انتخابات عام 1984 التي تحالف فيها حزب الوفد مع الإخوان المسلمين، ودخل سامي مجلس الشعب تحت راية الوفد وإلى جوار الإخوان، حيث كان معه في نفس التحالف صلاح أبو إسماعيل والد الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، وكان هذا المجلس من أشرس البرلمانات معارضة في هذه الحقبة. تسبب فوز شقيق الرئيس بمقعد في البرلمان عن حزب الوفد المعارض في الإطاحة باللواء حسن أبو باشا وزير الداخلية وقتها فور انتهاء الانتخابات. وقيل ساعتها أن مبارك أمر وزارة الداخلية بإسقاط شقيقه في الانتخابات، وهو ما لم تنجح فيه الوزارة، فكان قرار مبارك أن أطاح مبارك بوزير الداخلية. والمفارقة الغريبة هنا أن هذا المجلس نفسه لم يكمل مدته، وتم حله عام 1987 بحكم من الدستورية العليا. خرج أحمد سامي مبارك من حزب الوفد وأجرى حوارات في صحف المعارضة هاجم فيها شقيقه حسني مبارك، وحاول إنشاء حزب معارض برئاسته، لكن مورست عليه ضغوط شديدة للغاية، حتى سافر إلى ألمانيا وعاش هناك فترة ليختفي بعدها تماما من الساحة السياسية حتى توفي عام 2004، وله ولدان هما وليد وسامر. أما شقيق مبارك الآخر فوزي فتوفي عام 2001 دون أن ينجب أبناء، وكان الرئيس السابق قد عينه في سفارة مصر بالنمسا في الثمانينات، فيما عاشت شقيقة مبارك الوحيدة سامية في مدينة طوخ بالأليوبية حتى وافتها المنية، وكان يحبها الجميع في المدينة، وكانت تعتبر نفسها أما للجميع لأنها لم تنجب أيضا. لم يتبقى لمبارك سوى شقيق واحد على قيد الحياة هو عصام الدين، وقد أرسله مبارك بعد توليه منصب نائب الرئيس لإكمال تعليمه في ألمانيا، وعاد بعد 6 سنوات وعينه مبارك في جامعة الدول العربية. ده عصام الدين في عزاء حسني مبارك. ديت على فكرة صورة نادرة من صفحة على الفيسبوك اكتشفتها مؤخرا فيها صور رائعة، اسم الصفحة خديجة جمال مبارك أميرة القلوب، و كاتب على الصفحة وعلى البوست ده قبل التحاق رئيس حسني مبارك بالكلية الحربية كان يمارس رياضة الجري يوميا إضافة إلى السباحة، وبعد أن أصبح مسؤولا عسكريا اهتم كثيرا بممارسة رياضة الإسكواش لدرجة أنه صنع شعبية لهذه الرياضة في مصر واهتم بها ليحقق الكثيرين من المصريين مراكز متقدمة في هذه الرياضة. والأدمن موني مبارك نشرت الصور ديت برضو، أنا بشوق كل الصور اللي هتشوفوها في آخر الفيديو، فعلا صور رائعة أنا أصلا أول مرة أشوفها. وكتبت على الصورة اللي فاتت ديت أحد الصورة للسيدة خديجة الجمال مع ابنتها فريدة جمال مبارك من الحفل الأول للمطربة العالمية جينيفر لوبيز بمصر. عارفين مين دي اللي جنب خديجة الجمال؟ مش هنصدق. برضه نشرت الصورة النادرة ديت مع والدتها، تحس إنهم شقيقتين وليست أم وابنتها. ودي خديجة الجمال زوجة جمال مبارك. دي صورة نادرة لحسني مبارك مع حفيده الله يرحمه، توفي في 2009 تقريبا. وهنا الصفحة الفيسبوك اللي قلتلكوا عليها نشرت الصور الجميلة ديت، دي صورة حسني مبارك مع الفنانين فاتن حمامة، ماجدة الصباحي، فردوس عبد الحميد، وكرم مطاوع، مريم فخر الدين. والصورة الجميلة ديت مع
جمال مبارك وابنيه وهنا في زفاف رامي إمام. عادل إمام بيرحب برعاية جمال مبارك وعلاء مبارك، وديت جمال مبارك مع زوجته، وهنا في تخرج عمر علاء مبارك، ودي فريدة بنت جمال مبارك هي بتلعب جمباز، كانت في البطولة الأخرانية. وهنا دي صور نادرة لهايدي راسخ زوجة علاء مبارك، وهنا حسن مبارك مع حسام حسن، ووراه جمال وعلاء مبارك. وهنا صفحة خديجة جمال قالت إن البنت ديت مش فريدة. هنا حسن مبارك مع ابنه جمال مبارك.